وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المحلل السياسي الجزائري الدكتور إدريس ربوح. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. بعد المطالبة بتفعيل المادة 102 والتي تقضي باعتبار منصب رئيس الجمهورية شاغرا، لماذا يخرج الشعب الجزائري في هذه التظاهرات الحاشدة؟ الشعب الجزائري لم يستجب لمطالبه بعد، وبالتالي هو يواصل حراكه وضغطه لتحقيق مطالبه. نعم، هناك تطور في الاستجابة، وذلك بانحياز الجيش الوطني الشعبي للشعب الجزائري، والذي وضع تصوره للحل، وهو أن يكون الحل ضمن الأطر الدستورية، وذلك بتفعيل المادة 102 التي ترتب لإجراءات انتقال السلطة في حالة الاستقالة أو الوفاة أو العجز. ونحن الرئيس أمامه خيارين، وهو خيار الاستقالة أو خيار أو الخيار الاستقالة وهو الذي بيده، أو خيار إثبات العجز وهو عن طريق تحريك أو إشعار المجلس السوري، سواء من تلقاء نفس المجلس السوري أو عن طريق مجموعة من النواب، خاصة وأن النواب الأغلبية البرلمانية انضمت للحراك الشعبي واستجابت لتفاعلت مع دعوة الجيش لتفعيل المادة 102، وبالتالي خيار تفعيل المادة 102 موجود. والآن الكرة في مرمى الرئيس ومحيطه لتقديم استقالته وتجنيب البلاء البلاد أي أزمة، وإلا ستفعل بقية الوسائل لهذا الشعب. لا زال مصر على حراكه، ما زال يطالب بمزيد من الضمانات في عملية الانتقال، وخاصة تشكيل حكومة تحظى بالمصداقية ولجنة مستقلة تشرف على الانتخابات القادمة، ولأن الشعب لا يريد أن تشرف الحكومة ووزارة الداخلية على العملية الانتخابية نظرا لتاريخها السيء في تنظيم الانتخابات. بما تفسرون المطالبة بتفعيل هذه المادة من قبل الجيش ودعمها من قبل الحزب الحاكم في الجزائر؟ لأن الجيش عندما أدرك بأن الشعب الجزائري مع ذهاب بوتفليقة وتوقيف العهدة الخامسة، أدرك بأنه لا يمكن أن يكون الخيار إلا الخيار الشعبي. الجيش هو من الشعب الجزائري ويسمع للشعب الجزائري، رغم أنه كان في البداية يعتقد بأنها المسيرات أو الاحتجاجات محدودة، وعندما وصف قائد الأركان الشعب بأنهم في خطاب تمرست مدينة تمرست بأنه مغرر بهم، لكنه أدرك بعد ذلك بأن هذا طوفان بشري وشعبي لا يمكن إلا أن يستجاب لإرادته، وبالتالي الجيش استجاب. ونعلم أن الجيش هو مؤسسة جمهورية لابد هي من رحم الشعب الجزائري، وبالتالي استجابت لإرادة الشعب الجزائري، لهذا وضعت الإطار والحل الأسلم للمرور إلى المرحلة الانتقالية التي تدوم 90 يوما، وهي مرحلة دستورية لانتقال السلطة. إذن الشعب والجيش تطابقت وجهتي نظرهما حول الحل من والذهاب إلى المرحلة الانتقالية والذهاب إلى انتقال السلطة، لكن الشعب يريد ضمانات أكثر، لا يريد تطبيق المادة 2 فقط، وإنما يريد قبل تطبيق المادة 2 لابد من إجراءات، وأولى هذه الإجراءات تشكيل حكومة جديدة تحظى بالمصداقية الشعبية والسياسية، أي أنها مقبولة عند الشعب الجزائري والأحزاب السياسية سلطة ومعارضة، وبالتالي تكون مقبولة عند الجميع. كذلك لابد من إطار جديد لتنظيم الانتخابات، وهو لجنة أو هيئة تشرف على الانتخابات، لأننا في الجزائر تشرف على انتخابات وزارة الداخلية، وزارة الداخلية جربها الشعب الجزائري تلك 30 سنة من التعددية بأنها تزور الانتخابات ولا تقدم انتخابات، لا تشرف على انتخابات حقيقية. طيب، مطالبات الجيش والدعم السياسي من الحزب الحاكم تستلزم عفوا أن يقر البرلمان بأغلبية 2/3 أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة. هل نحن أمام صراع أجنحة برأيكم؟ الآن بعدما انحاز الجيش الشعبي الوطني المؤسسة العسكرية للشعب، المركز الوحيد مركز السلطة، جميع مراكز أو واجهات النظام أو أذرع النظام أو أحزاب النظام أو منظمة النظام انحازت للشعب، وأولاها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والاتحاد العام الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبقية المنظمات والهيئات انحازت للشعب، وبالتالي لم تبقى إلا الرئاسة التي مصرة على
أن لا تسلم السلطة، وهي كما قلنا أمام خيارين، أما الاستقالة أو تفعيل المادة نعم 102 عن طريق الشغور، وبالتالي بقى محيط الرئيس فقط هو الذي يتشبث ويريد أن يحسن موقع التفاوضي للذهاب من السلطة، لأنه يدرك أنه ذاهب من السلطة، لكن يحسن موقعه التفاوضي لتحقيق خروج مشرف وآمن للرئيس ومجموعته. في خطوة مفاجئة، قررت إدارة التلفزيون الرسمي في الجزائر بقنواتها الثلاث نقل تظاهرات الجمعة السادسة للحراك. كيف تقرؤون هذه الخطوة في ظل الحديث عن صراع بين الأجنحة السياسية؟ نعلم أن في الجزائر التلفزيون الجزائري لا يتحرك إلا من طرف وتحت رقابة المؤسسة الأمنية الجزائرية والسياسية. الآن المؤسسة السياسية ممثلة في رئاسة الجمهورية لم تصبح تسيطر على الوضع، ولم تستطع أن تسيطر على مؤسسة الدولة، وبالتالي هو عندما أدركت المؤسسة بقية المؤسسات بأن الجيش منحاز للشعب، وبالتالي انخرطت في الحراك الشعبي. إذن مؤسسة التلفزيون الجزائري كأحزاب السلطة وكمنظمات السلطة انحازت عندما أدركت بأن الجيش انحاز للشعب، لأن هي نظام في الجزائر نواته الرسمية ونواته الحقيقية هي المؤسسة العسكرية، وبالتالي هي بقية محيط الجيش الشعبي الوطني ومحيط النظام الجزائري أدرك بأن الآن الكفة تنحاز نحو الشعب، لأن الجيش قرر أن ينحاز مع الشعب، وبالتالي بقية المؤسسات تنحاز إلى الشعب. وكما قلنا لم يبقى لمجموعة بوتفليقة إلا المحيطين به وبعض الذين يريدون أن يستغلوا هذا الوضع لتحسين وضعهم التفاوضي، ويريدون كما قلنا خروج آمن ومشرف، لكن هذا مربوط بالساعات القادمة وربما الأيام القادمة، وتسوى الأمر بشكل نهائي سواء بالاستقالة أو بتفعيل المادة 102 في شقها المتعلق بشغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب العجز وعدم القدرة على أداء المهام. هناك من يرى أن الجزائر تمشي على خطى الثورة المصرية، كيف ينظر المتظاهرون في الجزائر لموقف الجيش؟ وهل تعلموا من الأحداث التي حصلت في مصر أم لا؟ أولا الشعب الجزائري سباق لكل الدول العربية بأنه خرج في أكتوبر 88 وخاض تجربة سابقة لكل التجارب العربية، لكن للأسف لم تحظ هذه التجربة بالمتابعة، نظرا لأنها تجربة سابقة لكل التجارب العربية. الشعب الجزائري خاض تجربة ديمقراطية لكنها انكسرت في 90 و91، وكانت مواجهة ودخل في أزمة سياسية ثم أزمة أمنية ثم عشرية سوداء، فهو يستفيد من تجربته أولا، يستفيد من تجربته المنكسرة في بداية التسعينات، ثم بعد ذلك أكيد سيستفيد من جميع التجارب. لكن الذي لابد أن نشير إليه أن المؤسسة العسكرية في الجزائر هي مؤسسة جمهورية تختلف عن المؤسسة العسكرية في مصر، وكذلك لابد أن نشير بأن الذي وقع في مصر هو صراع سياسي بين فصيل سياسي حاز الأغلبية في مصر وكذلك ومؤسسة عسكرية. أما الآن فنحن أمام شعب بأكمله توارت اللافتات الحزبية وتوارت الشعارات السياسية والحزبية، لكن وهو شعار واحد، الشعب يريد حريته والشعب يريد أن يمارس صلاحيته، وبالتالي الأمر ليس متعلق بفصيل سياسي يواجه مؤسسة عسكرية تريد أن تنقض الحكم مثل ما وقع في مصر، وإنما الشعب بأكمله يريد أن يحقق حريته ويريد أن يمارس الديمقراطية ويريد تحقيق الانتقال الديمقراطي. إذن الشعب الجزائري استفاد من تجربته الأولى ويستفيد من بقية التجارب العربية الأخرى وغير، وليس العربية فقط وإنما تجارب أمريكا اللاتينية وتجارب أوروبا الشرقية وغيرها من التجارب، وبالتالي هو يستوعب هذه التجارب ويريد أن يستفيد منها لتحقيق انتقال ديمقراطي. وأعتقد أن الشعب الجزائري الآن مؤهل للانتقال الديمقراطي بفضل هذه التجربة وبفضل هذا الوعي الكبير وبفضل تفاعل الجماهير مع كل المبادرات بإيجابية وبسلمية، فزوج بين السلمية وبين الوعي، وبالتالي كان التحول في المسار طيلة الشهر، وبالتالي انحياز مؤسسات الدولة للحراك الشعبي، وستكتمل الصورة في الأيام القادمة بإزاحة كل عائق أمام الانتقال الديمقراطي للجزائر. من إسطنبول المحلل السياسي الجزائري الدكتور إدريس ربوح كنت معنا، شكرا جزيلا لك.